شماب وبر روح قديش وحاضله الشرير آمين. يقول بولس الرسول إخوتي اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق ولابسين درع البر. إفسس 6:14. بالأسبوع الماضي إخوتي تأملنا بالنص الأول من هالآية، أو فينا نقول بالسلاح الأول من أسلحة الله الكاملة، كان يقولنا منطقوا أحقاءكم بالحق، وعلمنا أنه الحق ونمنطق أحقائنا مقصد منا قولوا لا لزواتكن لشهواتكن ولنزواتكن، تشبهوا بالمسيح. أما اليوم يقول لابسين درع البر. الدرع الخاص بالمحارب معروف هو القطعة اللي تنحط على منطقة الصدر تحمي البطن والصدر والقلب وكل الأعضاء الموجودة بهالمنطقة، وهذا عنصر مهم جدا أو قطعة مهمة لكل محارب. بزمان القديم كان الدرع ينقذ حياة المحارب بنسبة كبيرة من ضربة سيف، من رمح، من سهم، من أي شيء تاني. حتى بزماننا مرات نسمع عن الدرع يلي ينحط بالحروب تجنبا للإصابة بأي شظية أو أي رصاصة. لهيك الكتاب المقدس وحي الله لبولس الرسول يقولنا البسوا، عفوا، لابسين درع البر. فالبر هو الاستقامة الروحية، أو فينا نقول كمان يحمل بالسرياني كينوثو يحمل معنى العدل، والعدل والاستقامة هن مثل بعض. لهيك يقول بعد ما يقولنا منطقوا أحقاءكم بالحق، يعني قولوا لا، كونوا مسيطرين وقياديين لأنفسكم، اليوم البسوا سلاح البر أو لابسين درع البر، يعني كونوا مستقيمين أمام الله، وكونوا مستقيمين برأيكم بأفكاركم قدام أنفسكم والآخرين كمان. وهي بحد ذاتها كمان هي تشبه بيسوع المسيح اللي كان مستقيم، اللي كان عادل وبار. لحتى الإنسان يستفاد من هذا درع البر، طبعا هو السلاح الروحي، لأنه الأسلحة كلة الموجودين بإفسس 6:6 هي أسلحة الإنسان المسيحي المحارب الحرب الروحية، مو مع لحم ودم مثل ما قال بولس الرسول، إنما مع القوى الروحية، مع أجناد روحية والشياطين بهذا العالم. لهيك يلزمنا أسلحة روحية من الله حتى نقدر نثبت ونقاوم الشيطان وكل أدواته. فما دام البر هو سلاحنا، العدل والاستقامة هو درعنا، لابد من أنه نفهم كمان أنه أهم درع وأهم فكرة لنحمي حالنا ونحصن حالنا بوجه إبليس هي ذكر اسم الله، ذكر الله بقلبنا بفكرنا على الدوام، ذكر أعماله وذكر معجزاته وتعاليمه، وذكر حتى المجيء الثاني لربنا والوقوف قدامه. هالأفكار وهالمفاتيح كلياتها هي عبارة عن درع يزيد سماكة، كلة مفاعيل تزيد سماكة الدرع يلي يحمينا من هجمات إبليس مهما حاربنا
مهما كانت الحرب تبع إبليس قوية، لابد من أنه الدرع يكون سميك لدرجة يقاوم كل حروب إبليس. فسماكة الدرع وحجم مقاومتنا لإبليس يعتمد على مدى تمسكنا بربنا، على مدى ذكر اسم ربنا بيومنا وبكل أوقاتنا وبقعدتنا وبقومتنا. فمتى ما كان اسم الله موجود، ما رح يكون اسم، ما رح يكون أي سلطان لإبليس حتى يوقعنا، ولا حتى يفصلنا عن الله، ولا حتى يهزمنا. نحن جنود الله، نحن بحاجة إخوتي لهذا الدرع، نحن بحاجة لذكر اسم ربنا دائما. سماه الدرع لأنه الدرع يحمي أهم منطقة بالإنسان وهي قلبه. سماه الدرع كمان ذكر الله، سماه الدرع لأنه ذكر الله لابد منه يكون قريب من قلب الإنسان حتى يلتهب قلب الإنسان بمحبة الله. مثل ما يقال أنه الله أخذ حواء من ضلع آدم حتى تكون قريبة من قلبه، هيك كمان كلمة الله هي على ضلوع آدم، على ضلوع الإنسان كدرع حتى تحميه وتحمي فكره وتحمي ضميره وتحمي كل أفكاره. فإذا أخوتي، نعمة من ربنا أنه يعطينا هذا السلاح، نعمة منه يعطينا الدرع يلي من خلاله يبتعد إبليس عنا وأزيته، لأنه أزيته الروحية ممكن تنقلب كمان أزية جسدية وحتى نفسية. متى ما أسقطنا بخطية، ارتكبنا فعل روحي خاطئ، ومتى ما صرنا روحيا ضعاف حتى نفسيتنا تتعب. لهيك دائما نعرف الناس الروحانيين والقديسين كانوا أكثر الناس فرحا حتى ولو كانوا بضيقات بآلام باضطهادات وبحروب، وحتى لو قدام السيف وحتى لو قدام النار كمان. فإذا الجهاد الروحي والحياة الروحية وذكر اسم الله دائما درع عظيم يعطينا قوة وجرأة وشجاعة بوجه إبليس وكل أدواته الروحية. فنشكر ربنا على هذا السلاح، نشكر ربنا على الدرع اللي أعطانا حتى ننتصر ونكون من بين أجناده السماويين باليوم الأخير. آمين وآمين.